طيب الدرس الثاني في الداتا فيجواليزيشن هو اللاين تشارتس. هذا عادة بستخدمه انه نعمل فيجواليزيشن للترند. يعني مش لأي حاجة بستخدمه، لما بدي استكشف انه يعني وين في انا عندي ترند معين. تمام، ولو لازم يكون في عندكم القدرة، لسه في عندنا هنا درس اسمه Choose Plot Type and Custom Styles. هذا بيساعدني انه ايش البلوت المناسب اللي انا اختاره حسب البروبلم تبعتي. فالان احنا بناخد واحدة هنا لاين بلوت بار بلوت، بورجيني انا متى استخدم البار بلوت. بعد هيك بنجمل احنا وبنشوف ايش يعني انه الملخص انه ايش البلوت تايب المناسب لاي بروبلم. الان بخصوص اللاين بلوت، طبعا هذا الكلام انه ايش الداتا سيت اللي انا بشتغل عليها. الداتا سيت اللي بشتغل عليها من ويب سايت اسمه سبوتيفاي، عارفين الويب سايت هذا، وزي الساوند كلاود يعني في بقدر اعمل ستريمينج لويبس. تمام، متى الفتره من الستريمينج هذا؟ من 2017 لل 2018. لايش؟ لهدول الخمس اغاني اللي هما شيب اوف يو، ديسباسيتو، سامثينج جاست لايك ذس، هامبل، انفورجيتابل. تمام؟ كم واحدة بتعرفوا من هدول الخمسة؟ أربعة. طيب، حكيت بدي أعمل لود للديتا موجودة أنا عندي في هذا المسار. برجع بأكد مرة تانية إنه بعمل ريد للسي اس في الاندكس كولوم، بحدد إنه هو الديت، إنه هذه عبارة عن تايم سيريز، إنه أنا عندي في اليوم الفلاني صار أنا عندي عملية، يعني مثلا 5000 عملية استماع للأغنية الفلانية بهذا الشكل. تمام، ولازم يكون بارس ديت بتساوي ترو. أستكشف البيانات، أنا عندي الفايف روز، هاي الهيد انه في تاريخ 6/1/2017 الشيب اوف يو كم مرة؟ هاي 3 وهي كمان 3، 12 مليون مرة. تمام، هذا في يوم. تمام، قديش حكينا احنا؟ 12 مليون ولا 112 مليون؟ وهاي 13، هنا 130، 14، هذه في الأيام، إنه 7/7/7/1، 8/1، 9/1، وهكذا. تمام؟ طبعًا هنا ديسباسيتو وبقية التراكس على ما أعتقد إنه هي ما كانتش طالعة في ذلك الوقت، فبالتالي not a number. أوكي؟ نشوف التيل، شفنا الهيد، نشوف التيل. التيل أنا عندي في 2018، 5/1/2018، أنا قديش عندي؟ هاي 3، 4 مليون. تمام؟ ديسباسيتو هاي 3 وهي 3، 3 مليون هنا، وهكذا بقية بلاحظ إنه هنا صار في عندي values بالقيم. الآن نيجي نعمل بلوت للبيانات تبعتي. البلوت اللي انا ممكن استخدمه اللي هو اللاين بلوت. اللاين بلوت فايش بستخدمه؟ في استكشاف للترند. اي اغنيه من هدول الاغاني تعتبر ترندي. طبعا عاده نورمالي انه هدول انه تيجي انه زي الويف تطلع ترند وبعديها خلاص، يعني شغلات مستهلكه. تمام، شوفوا الرسمه. الرسمة طبعاً أنا لو عملت زي هيك عشان أكبر لكم الرسمة مش حيظهر أنا عندي تحت التاريخ يعني، بس واضح جداً إنه أنا عندي بدأت الشيب اوف يو. تمام، أنا في عندي إنه صارت إنه تريندي وبعديها نزلت تاني، بعديها طلعت الديسباسيتو. تمام، إنه فيها حاجة اسمها سبايك. إيش السبايك؟
سبايك دروب ولا صعود مفاجئ؟ سبايك. انتم بتعرفوش اللي بيكون عامل شعره سبايكي ايش يعني موقف شعره تمام. فهنا انا في عندي سبايك في البيانات تمام. وبعديها برضو لا مجال، لازم تنزل تاني، ما فيش مجال تمام. وكيف وين هذا is something like you؟ اعتقد انه هي كانت زي هيك وفي سبايك مباشره، يعني مش انه مثلا انه ظهرت هي، في سبايك مباشره وبعديها بدات انه هي تنزل اكثر. والهامبل انه هي بدات في هاي الفتره تمام، وانه رجعت نزلت ثاني. انفورجيتابل اللي هو هاي هذا اللاين شايفينه تمام، انه عامل زي يعني انه طلعت بالتدريج ونزلت بالتدريج. نعم. اي اكثر واحده فيهم ترندي؟ ديسباسيتو، يعني حتى انه هي منطوطه اكثر شيء، يعني انه كانت زي هيك. اوكي. طبعا هذا الكلام زي ما حكينا انه ممكن انا اطبقه، انا عندي في المبيعات، انا عندي في الشركه بدي اشوف كيف حال المبيعات تمام. المبيعات هذه انا عندي هنا السنه زي هيك، انه مثلا مبيعات شغله معينه بتزداد في سيزون معين، بتكون ترندي في سيزون معين وبترجع تنزل مره ثانيه. هذا بيساعدني اكثر انه نفهم طبيعه بالضبط. طيب حقيت البلوت هذا ممكن اضيف له دي تايتل، زي مثلا انه البلوت دوت فيجر، ممكن برضه انه اضيف له شويه رتوش، انه اضيف له تايتل انه ديلي جلوبال ستريم اوف بوبولار سونجز في 2017-2018. ممكن اعمل بلوت لسبسيت نفس ما اخذنا في الفيفا، انه عملنا بلوت لكل البيانات، ممكن اخذ سبسيت. سبسيت بدي اجيب الكولومز احددهم، هي جاب لي اياهم زي هيك تمام. لانه زي ما شفنا انه هي الكولومز تبعت البيانات تبعت الداتا، انا عندي خمس اعمده تمام. الان بدنا نعمل ديسباسيتو لوحدها، فشو بروح بعمل؟ لاين بلوت، بحكي له انه الداتا سبوتيفاي داتا ديسباسيتو والليبل ديسباسيتو تمام. طبعا هذه فيها غلط، يفترض انه ديسباسيتو بس اللي طالع انا عندي في الرسمه. اوكي تمام. يبقى هنا لما اعمل لاين بلوت، هاي المحور الاول وهي المحور الثاني زي هيك، وكل واحد انه اديته ليبل. او ممكن نعمل زي ما عملنا المره الماضيه، انه بحط في براكتس زي هيك وبحط اسماء الاعمده مباشره تمام. اتس نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء. الان انه صار دوركم انه انتم تجاوبوا على الاسئله اللي موجوده في الاكسرسايز. اني هشوف طيب التمرين، السؤال الرابع. السؤال الرابع assess seasonality، بدي اعمل تقييم للسيزوناليتي في اتريبيوت معين. انا عندي بارت A وبارت B. في B does avail Adobe get more visitors؟ هذا الميوزيوم، هل انه بيجي فيزيتورز اكثر من في الفتره من سبتمبر لفبروري في لوس انجلوس؟ بتكون انا عندي الفتره هذه خريف وشتاء، او من مارس لاوغست في لوس انجلوس بتكون هذه الفتره انه
سبرينج وسمر، فأنا بدي أشوف إنه بناء على السيزونز إنه اللي هي فترة الأشهر. Using this information, when should the museum staff additional seasonal employees? عرفتي ايش المطلوب؟ المطلوب بعبارة أخرى إنه ايش هي الفترة أو السيزون اللي يفترض إنه المتحف إنه يقول إنه والله بدي موظفين إضافيين لأنه في عندي أعداد كبيرة من الزوار. كيف بدنا نعرف الفترة اللي فيها أعداد كبيرة من الزوار؟ نعم. نبدأ من الأول. طيب السيناريو، برجع بأكد على الداتا ساينس سوفت سكيلز، إنه أنا لازم يكون في عندي معرفة بالدومين. فالسيناريو بحكي لي إنه أنا تم استئجاري، هذا يعني سيناريو مطابق كتير للجوبس اللي بيتم طرح حاليا، زي ما استعرضنا هذيك المرة. إيش الجوبس؟ إنه مدير المتحف استأجرني، المتحف تبع لوس أنجلوس، وطلب مني بروجكت، والبروجكت هذا انه بده يركز على المتاحف اللي موجوده في الصوره، اربع متاحف اللي هي متحف افيلا ادوبي فاير هاوس ميوزيوم، تشاينيز امريكان ميوزيوم، امريكان تروبيكال انفنتيف سنتر. تمام، وهي الداتا اراها اعطاني اياها، سجلات الزوار. طبعا هنا السيت اب، وهنا انه عشان اعمل تشيك للانسر، وهنا انه بادي معي حبه حبه بقول لي انه انت زي ما عملت في السبوتيفاي لود للديتا بالطريقه هذه، بدي اياك تعمل لود للميوزيوم ديتا بنفس الكيفيه وتعمل تشيك للانسر. بعدها انه بدي استعرض البيانات، طبعا بشوف اول خمس سجلات بالهيد. تمام، بلاحظ كيف يور لاست. اوكي تمام. بنلاحظ انه هنا انا عندي العمود هذا هو الاندكس، لانه حطيت الاندكس كولوم بتساوي ديت وبارس ديت بتساوي ترو، وانا عندي كم عمود، اربع اعمده اللي هم اربع متاحف. وايش الفاليوز اللي موجوده هناك؟ عدد الزوار بالضبط. تمام، طيب حكيت هنا انه the last row هي 1/11/2018، انه tracks the number of visitor. كيف؟ بالضبط، بوصف لي هنا بالضبط. يعني عشان هيك انا حاطط سيلز فوق انه انا ابين كيف احنا ممكن نطول الشغلة هذه. تمام، بقول لي انه how many visitors did Chinese American Museum receive in July 28. اوكي، يعني انا بحط بس الفاليو هيك مباشره، بس انا عارف هذا الكلام، ولكن انه من يعني يفضل انه احنا نعمل هاي الشغله، لانه هاي ممكن نعملها كالكوليشن بشكل يدوي، لكن هيك بيكون افضل. تمام، طبعا السجلات هذه لو انا طلعت فيها هذه السجلات شهريه. تمام، يعني هنا عندي 1/11/2018، 1/10/2018. ايش معنى هذا الكلام؟ انه هذه السجلات تبعت اكتوبر، هذه السجلات تبعت نوفمبر. هو ايش طالب؟ طالب جولاي، في السؤال طالب جولاي 2018، ما دام جولاي معناها انه 1/7/2018، بدي السجل هذا لايش؟ Chinese American Museum. هذه الشغله ممكن اسويها زي هيك، وممكن ببساطه اروح وين؟ هنا جولاي هيو 7 امريكان ميوزيوم، هذا تشاينيز امريكان ميوزيوم، اعمل كوبي لهي الفاليو واحطها هنا. بس الافضل انه انا استخدم هذا الاسلوب. طبعا هذا الاسلوب عملت لكم اياه بالتدريج، هيك انا جبت العمود هذا كله مع الاندكس، فبدي الفاليو بحط اندكس معين اللي هو الديت اللي انا بدي اياه بتكون بهذا الشكل،
هاي الاوتبوت تبعه، هاي الاجابه المطلوبه 2620، ممكن احطها هنا كفاليو او ممكن احطها هنا ككود بالضبط مباشره. السؤال الثاني، في اكتوبر 2018 قديش عدد الزوار اللي في افيلا ادوبي اللي تم استقبالهم في افيلا ادوبي اكثر من الفاير هاوس ميوزيوم؟ بالضبط بده الفرق بيناتهم، يعني عدد الزوار في المتحف تبع ادوبي قديش بيزيدوا عن عدد الزوار في فاير هاوس ميوزيوم في فتره معينه اللي هي اكتوبر 2018. فببساطه ممكن اعمل هذه ماينس هذه، وهنا انا بغير بس الاتريبيوت، هنا افيلا ادوبي وهنا فاير هاوس ميوزيوم، تمام؟ وهي الاجابه كوركت. او ممكن انه اسجل هذه الامور على ورقه وقلم واعمل عمليه الطرح واحطها بشكل مباشر. هنا الخطوه الثالثه انه انا بدي اقنع الميوزيوم بورد، اداره مجلس اداره المتحف، تمام؟ شوف السيناريو، اقرا. The Firehouse Museum claims يدعي انه هم بيعملوا ايفنت في 2014 جذب عدد لا يصدق من الزوار، تمام؟ وهم محتاجين لبادجت اضافيه عشان يعملوا يعني يجروا هذه الفعاليه كمان مره، تمام؟ هذه شغله، هذه نقطه. The other museum think these types of events are not important. المتاحف الثانيه انه تعتبر هاي الشغله انه مش important. عارفين ايش معنى البورد؟ البورد تبع الميوزيومز كلهم، يعني مدير كل متحف. هذا انا عندي في لوس انجلوس مدير المتاحف كلهم، مجلس الاداره انا عندي المدير تبع كل متحف، هدول في عندهم مجلس وبيحكوا. المدير تبع لوس انجلوس تبع فاير هاوس بيحكي انا بدي ميزانيه اضافيه لان انا بدي اجري حدث. تبعون المتاحف الثانيه البقيه التاليه الثلاثه بيحكوا انه هذه الفعاليات ما لهاش اهميه، فبالتالي بده يكون القرار تبعنا انه بناء على البيانات، هل فعلا انه هو بيجذب عدد زوار كبير ولا لا، تمام؟ فبالتالي هنا the other museum think these type of events are not that important and the budget should be split purely based on the recent visitors and on an average day، بناء على عدد الزوار مش بناء على events معينة، فبالتالي انت ما لكاش budget اضافية على حسب عدد الزوار اللي عندك بندي لك، تمام؟ To show the museum board how the event compared to regular traffic at each museum، بدنا نجيب انه هل فعلا انه هذا الايفنت في نفس الفترة بالمقارنة مع المتاحف الأخرى جاب عدد زوار إضافيين ولا لا، تمام؟ يبقى هنا the figure should have four lines for each museum، وما تنساش تعمل البلوت دوت شو، تمام؟ هنا عملت البلوت حطيت انا السايز تبعه 20 في 6 عشان انه انا اوسعه شويه، تمام؟ وعملت لاين بلوت للميوزيوم داتا، فبالتالي هنا راح يرسمهم كلهم، هاي التايتل تبعه وهي التشيك تو يور انسر. حقيت هذه السبايك اللي هنا، نرجع للسبايك، لمين هاي؟ للفاير هاوس ميوزيوم، كلامه مظبوط صح؟ في انا عندي اكسترا او انكريدبل نمبر اوف اكسترا فيزيتورز اجوا خلال الفتره هذه الفعاليه اللي هو عملها خلال سنه 2014، اعتقد انه في شهر اغسطس او في شيء ما، يعني هنا هذه عباره عن الشهور بالمناسبه، تمام؟ فهذه انه في فتره اغسطس انه فعلا انه انا عندي الوضع زي هيك، تمام؟ ففعلا انه من خلال الفيجواليزيشن انه ممكن انه يصير في اقناع. شوف هاي فعلا انا في عندي اكسترا فيزيتورز بناء على اكثر من كل الميوزيومز. طيب اسس سيزوناليتي بدي اشوف قديش انه يعني موضوع
السيزون المواسم مهمة جدا بالنسبة للميوزيم، هي فعلا مهمة. تمام؟ نقرأ. When meeting with employee at Avela Adobe, you hear that the major pain point is that the number of museum staff variety greatly with the seasons. عدد الموظفين بتغير حسب السيزون. في اللو سيزون، تمام؟ إنه لما يكونوا الإمبلوي perfectly staffed and happy، and also high season اللي هو بيكونوا الإمبلويز stressed و understaffed. understaffed يعني إنه هم بحاجة لموظفين إضافيين. طيب الآن أنا بدي أشوف وين المناطق اللي أنا في عندي فيها low season والمناطق اللي فيها high season أو الفترات اللي فيها high season، وبعمل plan للstaffing على هذا الأساس. فالفكرة في الموضوع هنا بدي أشوف للميوزيوم هذا تحديداً إيش السيزوناليتي اللي موجودة أنا عندي هنا، فبالتالي من الرسمة ببين هذا الكلام. طيب هذا الكلام على مدار سنوات، على من 2014 ل 2015، وهنا في الفترة هذه أنا في عندي الأشهر، تمام؟ نبدأ من يناير لغاية ديسمبر هنا. وين الفترة اللي بتكون أنا عندي high season؟ اللي هي الفترة من هنا، تمام؟ أوكي؟ طيب part B، اللي هو عبارة عن إجابة للتساؤلات. أفيلا أدوبي get more visitors في الفترة من سبتمبر لفبروري، اللي هي عكس الفترة اللي احنا حكيناها، صح؟ حكينا من مارس لأغسطس، تمام؟ طبعا هذه الفترة في لوس أنجلوس بتكون عبارة عن فترة الخريف والشتاء، عدا عن ذلك هذه الفترة بتكون إنه مش فترة إجازات ولا مواسم للسياحة، هذه فترة العودة للمدارس، فبالتالي إنه في الفترة هذه بحصلوش فيزيتور. أما في الفترة من مارس لأغسط إنه هذه السبرينج والسمر، فبالتالي إنه الإجابة تبعتي إنه هذه هي الفترة اللي بيجي فيها فيزيتورز أكثر. تمام؟ هيك بكون خلصنا هذا الاكسرسايز.